فوت اشرب الحليب مراد. إذا شبعتوا رح قيم السفرة. أنا خلصت أكل. خلص قيمية. لازم نستعجل وإلا ما رح نلحق الشغل. اليوم رح ينعجق المحل. زمان بالمدارس كانوا ياخدوهم للطلاب على الغابة وهيك أماكن، هلأ صاروا يعملوها بالمطاعم مشان ما يعذبوا الأمهات. إيه أحسن مشان نحنا نشتغل. اليوم ما فيني روح معكم، عندي شغل بالبيت. معلش حبيبتي خليكي أنتي، أنا وفاطمة رح نتكفل بكل شيء. نحنا حضرنا كل شيء من مبارح. يا الله وينها هي؟ شوفي أخي، ما لقيت الجريدة وينها؟ أنا خبيتها. ليش؟ شو بعرفني، بس كان فيها صور ما رح تعجبنا ورح تنزعلنا مرقنا من الصباح. صور شو؟ شي متعلق فينا؟ لا، مصطفى قدم إفادته للقاضي لصالحك أنت. هاي هي اللي حكى عنه الأستاذ نزير. ليكا، مسكين شايفة شلون نحفان ولا عم بشفق عليه؟ رح يرجع يفتحوا ملف القضية من جديد. بلا ما ننزع مرقنا هلا. خليني اقراها. يا اولاد يا اولاد، بدي البشارة. وصلني فاكس، طلعت نتائج تقرير شركة الاتصالات النهائية. خد اقرا. بيت رجدان صاير بشرق يلدر، ولهيك تم إثبات إنه إشارة الموبايل تبع سليم وعثمان كانت عم تعطي من غرب يلدر عكس البيت. الحمد لله فرحتني. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي يا فاطمة، الحمد لله. ليش شو صار؟ ما فهمت. أثبتنا إنه الحق كان مع فاطمة، الحمد لله. الحمد لله يا بنتي. الحمد لله. حبيبي يا أخي. ألف مبروك. ألف مبروك أختي. إن شاء الله ألف مبروك. شكراً يا الله. الحمد لله. وهلأ رح نقضي عليهم. لقد توافرت كل الشروط المطلوبة بالمحكمة، وكذلك تأكدنا من موافقة الطرفين، وبناء على ذلك توافق المحكمة على طلب الطلاق الذي تقدمتم به إلينا. يعني كل شيء تمام، انتهينا. قدرنا ننهي بدون أي شوشرة ولا ضجة. ألف مبروك بيسان خانوم. ما ضل شي يربط بيناتنا، قدرنا نحل المشكلة. إن شاء الله تكوني ارتحتي هلأ، يعني فيك تكملي حياتك مثل ما بدك من هون ورايح يا ست بيسان تلجي. معممين أسماء الأولاد بكل الجرايد. لك الله ياخدكن كلكن واخلص منكن. صهري. لا تقلي صهري، خلصنا من هالشغلة. بس لسه حسابي معك ما خلص، رح دفعك حساب الشنتاي اللي حملتيني اياها لما اجت الشرطه لتاخذني هديك الليله من هون. ما نسيت وما رح انسى ابدا، رح يجي اليوم اللي رح نتحاسب فيه على كل شيء. الو. صباح الخير حضره المستشار. ايه 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 منيح، بتشكرك كثير. انت كيفك يا بيك؟ ايه 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 طبعا اكيد، لا ما نسيت. على الاربعة بالضبط رح كون هنيك. ايه للأسف ليلى خانم خبرتني انها ما رح تجي اليوم. ايه ايه بظن انها مسافرة برات البلد. اذا تعمم اسمهم على كل السفارات إلا ما ينكمشوا ويرجعون لهون. وضعهم صار كتير سيء،
لأنه مصطفى اعترف بكل شيء. بس تأخر كتير، المفروض كان يعترف بكل شيء من زمان، طول كتير. نطفي هون، ديري بالك لا تجرحي إيدك.